أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية في الوحدة الثالثة يونت 3 كانت معانا بعنوان دايمنشنز بنخش علي صفحة 18 فيها شوية شغل حلوين درس لذيذ مبسط جدا هنعيشوه مع بعض ونركز مع بعض في الحاجات اللي هو طالبها مننا. ولما بتعلم في اللغه الانجليزيه هذه المصطلحات هتفيدني كتير جدا 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 في الحياه العمليه بعد ما اخلص دبلوم جميع المصطلحات ديت لو انا داخل معهد او انا داخل كليه ها اه او انا اشتغلت في شركه اه اجنبيه كل الكلام ده انت بتعوزه انت ما تذاكرش الانجليزي عشان هو انجليزي انت بتذاكر انجليزي عشان هو مستقبلك تمام اي حد النهارده بيشتغل في مصنع او في شركه او بيحب يسافر لازم تكون مع لغه ولازم يكون متمارس في الكمبيوتر ولازم يكون عنده امكانيات ولباقه في الكلام وعنده علم وكده فالحاجات دي انت ما للدراسه فقط انت تاخدها لحياتك ومستقبلك وشغلك وازاي تفيد بلدك وازاي تبقى انت يعني تساهم في ان بلدك دي تبقى دوله متقدمه بعلمك انت الدول المتقدمه بالعلم والتوعية اللي عند الناس والشعوب بتاعتها فانت تكون انت واعي تكون متعلم وتفيد نفسك وتفيد بلدك وتفيد ولادك فيما بعد خلاص يبقى مش بذاكر الانجليزي واقول الانجليزي وحش وصعب لا 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 اذاكره علشان ان الحاجات ديت بتفيدني في المستقبل ما علينا هنخش على طول على الدرس قلنا العنوان بتاع الوحده الثالثه دايمنشنز الابعاد وخدنا المره اللي فاتت الدرس الاول النهارده هنتكلم على الدرس الثاني وهو خاص ايضا بالدايمنشن خاص بالدايمنشن وناخد المربع الاولاني الراجل بيقول لي ميك سنتنسز يعني اعمل جمل ميك سنتنسز يعني اعمل ايه جمل شايف حيطه الطول بتاعها 4 متر شايف مروحه فيها سلك طوله 2 متر طبعا الفيشه مش هتقدر تيجي طبعا كاتب لي وور وول يعني حائط وواير يعني آه سلك وعطولي ده المربع ده مثال عشان انا اعمل كل دول هوم وورك عليهم انا هساعدك في حاجات بسيطة منها بس بيقولي <applause> the wall is the wall is 4 meter long the wall is 4 meters long يعني طول الحيطة 4 متر but لكن the wire is only the wire is only 2 meters in length في الطول in length شوف بقى لما قال long شوف هنا ايه in length عايز يبقى مني الراجل عايز يجي على ده ونفذ له الكلام كله زي ما هو عمله فين في الاولاني يلا مين من الشطار the wall برافو عليك the wall ده هنا ايه ها؟ high مش كده؟ the high the wall is 5 meters high تمام but the ladder ladder اللي هو السلم but the ladder is only 2 meters in height in height تراجع على طول الصفحة اللي فاتت في الطول والعمق وال... والارتفاع والهيفي ها خلي بالك من الحتت دي طيب هحل انا معاك برضو التالت هحل معاك التالت ولكن ما تتعودش يا حبيبي على كده انت هو الراجل عطيلك مثال وانا وضحت لك المثال عشان انت الكتاب بيبقى فيه كهرباء ما بتحبوش تمسكوا الكتاب. وبشرح لك ده مثال وتحل واحد اتنين تلاته على كده. عود نفسك على كده. عندي حيطه تمام وعندي وود خشب وعندي سكرو مسمار تمام وادي الود الخشب والسمك او العرض بتاع الخشب قد ايه؟ ستة وعشرين او الطول تمام وطول المسمار كام عشرين يعني يعني عشرين يعني هيقف لغاية هنا مثلاً مش هيحصل الحيطة حتى يعني مش هيحصل الحيطة شايف هنقول له ايه بقى مم. زود هنبتدي اهو في المثال اهو المثال اللي انا شغال بيه كله اهو اللي انا بقيم عليه الدنيا كلها اهو زود از 26 العرض وايد تمام وايد but ولكن the screw is only 20 millimeters in width width في العرض بتاعه خلاص ممكن نقولها ايه اللونج تبقى ان لينف. تبقى زي بتاعت الحائط دي بالظبط تمام وهكذا تخلص الكلام ده تخلص كام تمرين بقى دول اعطيني كام صوره ستة تعمل التلاتة اللي تحت دول زيهم بالظبط هنا بقى برضو عايز يستخدم الصور اللي فوق بيقول لي make questions and answers from exercise 4 يعني انت في exercise 5 هو عاوزك تستخدم exercise 4 ده الحاجات دي يعني الست صور دول هنعمل ايه؟ هديني مثال وانا اشرح لك مثال وسيادتك تكمل الباقي ايه؟ هوم وورك بيقول لك ايه بقى؟ make questions and answers from exercise from exercise ايه؟ 4 اكسرسايز 4 اهو ركز عليها كده اهو بحب اشوفك ايه انا بنقرا إيه؟ فين لان انا ممكن اكون بقرا في حاجه وواحد ولا واحده تانيه بتبص في حته تانيه خالص وسرحانه يا ريت نركز مع بعض شويه عامل كام جملة على كل صورة خمسة طب يلا بينا سؤالين وجواب هاو لونج از ذا هاو لونج يعني الطول مش كده how long يعني بيسال على مين؟ عن الطول. قال له اتس 4 مترز لونج. الله الله اهي اهي اتس فور مترز لونج. عشان بيسأل على الحيطة. قال له اند هاو لونج از ذا واير؟ السلك طوله قد ايه؟ قال له اتس اونلي ان في الطول. 2 متر في الطول. قالوا ذا that's too short. قصير طيب قوي صار جدا حلو كده هناخد ال ال ال, ال دي هناخد اعلم عليها كده هناخد دي كده كده شايفهم سؤالين واجابتين وقال له ايه؟ it's too short طبقها على الصوره الثانيه الصورة التانية ايه؟ بتاعة الحائط واللادر اهو تمام تدي اسأل how long is the wall هنقول ايه؟ how high ما ارتفاع مش كده how high is the wall برضو الول ايه هنا حائط هنقول ايه؟ له اتس 5 مترز high. طيب and how long is the ladder ladder, ladder. سلم تمام and how high is the ladder وارتفاع السلم قد ايه هيقول له it's only two meters in height in height طب يا مستر الهاي والهايت ناخدها منين سهله يا سيدي ارجع بقى هنا ها اه؟ وكبر دي تاني اهو يا فندم يا اما تقول له هاي يا اما ان هايت يا اما ديب ان ديب طول او ان هايت تمام او ان ويدث ان ان وايت في الوزن تمام ترجع على طول الصفحه على طول اللي هي قبل منها كويس ان الكمبيوتر برضو بيسهل لنا حتة الرجوع للدرس عشان نفكرك بيه وهيقول له بقى ايه اتس تو شورت برضو حتى على على مين على السلم بالنسبه للحائط اتس تو شورت نيجي لمين للخشب الود وال والسكرو اهو الود والسكرو تمام قلنا يا اما نقولها العرض بتاعه ان وايد ولا الويدث وهم كله عليه لونج تمام يعني ممكن نقول عليه ايه مثلا هنا هاو لونج از ذا سكرو هاو لونج از ذا وود الاول ناخد الود الاول هقول له اتس 26 ملم لونج ده طولها 26 ملم اند هاو لونج از ذا سكرو وطول المسمار قد ايه قال له اتس اتس اونلي 20 ملم ان لينث اقول له ذاتس تو شورت that's too شورت خلاص يبقى يهمني جدا الطول والعرض والارتفاع والكلام ده كله ست اشكال بست تمارين نعمله هوم وورك اكسرسايز 6 بيقول لي answer these questions about the building اه ده مدخل عماره ده مدخل عماره وده المدخل هنا اهو البوابه بتاعتها الانترنس وهو عاوز يعلمني الاشكال يعني ايه مربع يعني ايه شكل بيضاوي يعني ايه مستطيل يعني فاهم كده فبيقول لي يوز ذيس ووردز اه استخدم هذه الكلمات سكوير سكوير يعني مربع ده يقصد ايه المربع ده اهو ده مربع تمام ناخد السهم احسن ده ده مربع ده مربع وده مربع تمام اسمه ايه سكوير سكوير طيب والاوفال بيضاوي والاوفال ماله بيضاوي وده اوفال بيضاوي برضه تمام آه ريكتانجلر مستطيل اهو مستطيل سيمي سيركلر كلمة سيركل يعني دائرة سيمي سيركلر شبه دائري شبه دائري يعني متقرب للدائرة خلاص هنا بقى بيتكلم على أشكال صح ولا لأ فهمت كده ولا إيه؟ ما بيتكلمش بقى على أوزان ولا طول ولا عرض ولا أي حاجة بيتكلم على أشكال فبيجي في الأشكال احفظ شكل السؤال ده بقى احفظه كده السؤال ده وات شيب لما تيجي تسال على شكل حاجه ها هتقول له وات شيب تاني كنا بنسال هاو high ها هاو لونج تمام انما على الشكل هقول له ايه وات شيب ار the بوتوم ويندوز بوتوم ويندوز يعني الشبابيك السفلية هو كاتب لي على الثلاث حاجات دول دول التلت شا... التلت اشكال دول شبابيك يعني فعملوا ايه؟ They are square in shape هما مربعين في الشكل. They are square in shape طيب فهيجي يقول له ايه؟ What shape is the entrance? خد بالك بقى هنا عايزك تركز ان هنا ايه؟ يعني قال له زي ار ليه قال له زي ار عشان هما اتنين عشان هما ايه اتنين لما نيجي نتكلم بقى هنا على الانترنس المدخل ده ده مدخل واحد ده ايه مدخل واحد وات شيب از ذا انترنس هقول له ايه بقى ات از ات از ات از تمام سيمي سيركلر ان شيب سيمي سيركلر ان شيب وات شيب ار خد بالك ار يبقى هجاوب بزي ار هجاوب ذا ويندوز ان ذا ميدل اه دول اللي في الميدل دول اهو oh, دول اللي في الميدل دول اللي في الوسط يعني تمام دول اللي في الوسط اهو شايفهم؟ هاي It is or they are they are they are a mm -hmm. oval by the way, oval by the way, oval by the way, in shape. Type. What shape is the window? Is the window at the top? The way it is, the it is, rectangular. ريكتنجلر ان شيب خلاص خدت عرفت بقى ايه الشكل ده اقول ايه الاشكال إيه ازاي انت طبعا معاك فيديو ده انت تعيد وتزيد في الكلام اللي انا بقوله ده لغايه ما تحفظه صم يعني مش هقول لك اشرح تاني اشرح تاني ليه يعني خلاص انت فهمت اه اعيد بقى وازيد فيها واحلها لوحدي نيجي لفين بقى اخر حاجه بقى في الدرس النهارده كومبليت ذيس كويشنز حاضر يا عم كومبليت يعني اكمل هذه الاسئله بوت تو ووردز ضع كلمتين ان اتش جاب في كل فراغ في كل فراغ طيب انا عايزك ليه تركز على حته الايز والار معظم الطلبه ما بي... مش عارف يحط امتى ايز وامتى ار لو هو شيء واحد حط ايز لو هما 2 3 4 10 20 حط ار فبيقول لك ايه هاو اعطيني مثال اه واحد هيقول لي انت بتقرا فين هقول لك انا بقرا فين دلوقتي انا بقرا هنا يا عم الحاج اهو بص كده باظت اهو هنعملها فوق شويه أي. هاو نقط the building. قال له اس 5 طول يبقى بيسال على ايه؟ على الطول يبقى اقول له هاو طول از يجي هنا يقول له ايه؟ ها؟ يجي هنا يقول له هاو طول از اهي هاو طول از لانه مفرد السؤال الثاني وات what... نقط ما انا مش عارف ذا ويندوز ات ذا بوتوم طالما وات what... يبقى بيسال على الشيب طب ليه خد ار يا مستر؟ لانه هما ويندوز اللي هم اللي تحت دول اتنين تمام فهيقول له they are square مربعين شكلهم مربع طيب هقول له هاو نقط او جاب the window at the top اهو ده الويندو اللي at the top اهو مثلا خلاص at the top قال له اتس 3 مترز لونج يبقى هقول له ايه بقى ها هاو يسال ايه هاو لونج ها هاو لونج ار هاو لونج ار زون هاو لونج ار هاو لونج ار وهكذا وده هيسأله ايه وات شيب ار الشكل وهكذا سيب لك الواجب وورك ويتبعت لي على فين؟ وبعت لي على الجروب واتمنى ان الناس تشارك وتشوف القناه ولو انت فعلا بتستفاد انا بحاول اخليها كده ايه يعني بيقولوا ايه بيشرح الانجليزي بالبلدي كده علشان انا فاهم طلبه التعليم الصناعي عايزين ايه بالظبط لو انت بتستفاد ما تحرمش زمايلك ان هم يستفادوا برضو من نفس الشرح ده شير القناه قول لهم تعالوا اشتركوا معانا في الجروب على الواتس ويعملوا و... 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 فاعليه معانا والجميع و... يستفاد يعني ارجو الاستفاده و... وكتابه الهوم وورك و... على مجموعه ال... الجروب وشكرا وبالتوفيق ان شاء الله